تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمامي الآن اختبار متوقع جديد في مادة اللغة العربية في الفصل الأول، تابعوا معي للأخير سأشرح لكم بالتفصيل. كذلك كما أنصحكم دوما عليكم بقراءة النص عدة مرات لأن أغلب الأسئلة تتمحور حول النص، إذا فهمت النص جيدا ستجيب بشكل ممتاز. إذا نقرأ النص: إن المعلمين هم عدة الأمة في سرائها وضرائها، في شدتها ورخائها، لا يزدهر العلم إلا بهم، ولا يثمر إلا بفضلهم، ولا ترقى هذه الأمة إلا بسهرهم وجهودهم، فهم كالشعلة التي يستنير بها المسافر في الظلمات فتنير طريقه. هؤلاء هم منشئو الأجيال وباعثو الحياة ودعاة اليقظة وقادة الزمن، هم عنوان الأمة ومظهر عزها وضعفها وقوتها في مستقبلها، لأنهم يهيئون النشأ ويشحذون هممهم ويزودونهم بمختلف العلوم والمعارف ليكونوا في المستقبل خير خلف. ولهذا فالمعلم تاجر، لأنه تاجر في الأرواح والعقول والمشاعر، يخسر ويكسب نفوسا تتعلق به وقلوبا تتجمع حوله. البناء الفكري: أنت على ورقة الإجابة اكتب أجوبة البناء الفكري. 1- اقترح عنوانا مناسبا للنص. عنوان النص هو: إذا قلت المعلم صحيح، فضل المعلم صحيح، أي شيء له علاقة بالمعلم هو جواب صحيح. بما شبه الكاتب المعلمين؟ بماذا شبههم؟ شبههم كالشعلة التي يستنير بها المسافر في الظلمات فتنير طريقه. إذا بماذا شبهه؟ تكتب 2: شبه الكاتب المعلمين بالشعلة التي يستنير بها المسافر. استخرج من النص ضد الكلمتين التاليتين: ما هو عكس السراء؟ عكس السراء يقول في سرائها وضرائها، عكس السراء هي الضراء. ما هو عكس الضعف؟ عكس الضعف القوة، قوتها، عكس الضعف هو القوة. مرادف الكلمتين: لا تزدهر، لا تزدهر معناها لا تزدهر، ولا تثمر، تثمر، لا تزدهر معناها لا تثمر. الأحاسيس، الأحاسيس هي المشاعر، المشاعر. 2- البناء اللغوي، تكتب على الورقة أجوبة البناء اللغوي. أعرب ما تحته خط في النص. ما هي كلمات الإعراب لدينا؟ يهيئون، يهيئون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة فاعل. أعيد: يهيئون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة فاعل. الكلمة الثانية لدينا نفوسا. يكسب ماذا؟ نفوسا، نفوسا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أعيد: نفوسا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أصرف الفعل وضع في المضارع مع الضمائر، وضع في المضارع يصبح يضع. أنت تضعين، أنتما تضعان،
هم يضعون. هذا هو التصريف. أحول العبارة ما بين قوسين إلى صيغة المؤنث، نحولها إلى المؤنث. أين هي العبارة؟ ولهذا فالمعلم تاجر، لكنه تاجر في الأرواح والعقول والمشاعر. ولهذا فالمعلمة تاجرة، لكنها تاجرة في الأرواح والعقول والمشاعر. الكلمات لا تتغير، فالمعلمة تاجرة، لكنها تاجرة في الأرواح والعقول والمشاعر. أعلل سبب كتابة الهمزة في الكلمات بهذه الصورة. سرائها، سرائها، كتبت الهمزة على النبرة لأنها مكسورة بعد مد، لأنها مكسورة بعد مد. كتبت الهمزة في كلمة أبناؤها، أبناؤها، كتبت الهمزة متوسطة على الواو لأنها مضمومة بعد مد، لأنها مضمومة بعد مد. إذا كانت هذه هي أجوبة هذا الاختبار بالنسبة للوضعيات الإدماجية، قد خصصت لها موضوعا منفصلا ابحثوا عنه في القناة. كذلك توجد الكثير من الاختبارات المقترحة لهذا الفصل. أتمنى أن أكون قد أفدتكم. في أمان الله ورعايته، تابعوني هناك الجديد دائما.